تحمل قمة المليار متابع في نسختها الثانية للجمهور فرصاً فريدة للتعرف على نخبة من كبار مشاهير وشخصيات عالم التواصل الاجتماعي من أكثر من 95 دولة يحظون بمتابعة أكثر من 1.7 مليار شخص. الفعالية التي تشهدها منصة أبراج الإمارات ومتحف المستقبل تجمعان أكثر من 100 نشاط يقدمها 195 متحدث لأكثر من 7000 زائر. تواجدنا اليوم كغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، الغرفة التي تمثل الاقتصاد الرقمي وتمثل صناعة اقتصاد صناعة المحتوى، اليوم من المهم ان نتواجد في قمة المليار متابع، بحيث ان اليوم نساعد هذا الاقتصاد في النمو. وتستهدف القمة تعزيز القدرات الإبداعية لصناع المحتوى التي تساعدهم على تحقيق مداخيل ثابتة، بالإضافة إلى تعريفهم بسبل التواصل مع مليارات الأشخاص في الفضاء الرقمي ضمن مسارات القمة الأربع، لنتقدم ولنكسب ولنبدع ولنتقارب. ليميز الحدث هذه المرة أطلاق الأربع مسارات التي تساهم في تطوير وإبداع صناع المحتوى. عندنا المسار الأول اللي هو لنتقدم، اللي يساعد صناع المحتوى بأنهم يتقدمون على صفحات التواصل الاجتماعي ويزيدون متابعينهم. المسار الثاني اللي هو لنبدع، اللي يساعد صناع المحتوى في المحتوى الإبداعي والإنتاج والتصوير الإبداعي، واللي يساهمهم بأنهم يتطورون بالطريقة الإبداعية. المسار الثالث اللي هو مسار لنكسب، اللي يساعد صانع المحتوى بأنه يكسب الأرباح اللي حاطينها بباله كتارجت في مجال صناعة المحتوى. وايضا عندنا المسار الاخير اللي هو لنتقارب، ليساعد صناع المحتوى منهم يكونون قريبين من الشركات اللي تحتضنهم وتقدم لهم الفرص والصفقات المميزه. ويلتقي كبار صناع المحتوى الرقمي في العالم وجها لوجه في حوارات تفاعليه ومناظرات شيقه في اكثر من 15 لقاء مباشر، يناقشون فيها ابرز التحديات والقضايا المؤثره في عالم التواصل الاجتماعي. وجودنا في مثل هكذا مؤتمرات تضم نخبة من صناع المحتوى في العالم الغربي، وطبعا مع متابعيهم الملايين من المتابعين، يشجعنا أكثر على إيصال صوتنا وعلى تشجيع الشباب العرب على الاتجاه إلى خانة صناعة المحتوى، لأنه نحن شعب، الشعب العربي بأكمله شعب تاريخه غني وحاضره أيضا غني. كما تستضيف القمة أكثر من 100 رئيس تنفيذي وقائد أعمال في قطاعات عدة في جلسات وخطابات ملهمة وورش تسلط الضوء على أهم المستجدات في عالم الاستثمار والأعمال واقتصاد صناعة المحتوى. هذه القمة ترسخ موقع دولة الإمارات كمنصة عالمية لصناعة المحتوى الرقمي، وتمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير هذا القطاع الواعد. لمركز الاتحاد للأخبار، ناصر الرميثي، دبي.